السلام عليكم. اليوم كان الجو جميل جدا مشمس ما شاء الله، والواحد يقدر يدير الشغل ديالو. تقدروا تشاركوا في القناه ديالي هنايا فضلا وليس امرا، هنا في اليوتيوب وحتى عندي في الانستغرام سوا 8866. اذا بغيتوا اي سؤال تقدروا تقولوه لي. كما قلت لكم كان الجو مشمس ما شاء الله، غير الواحد يخرج يصبان او لا يدير الشغل ديالو، او لا مثلا يغرس. مثلا كنت غرست حتى هذاك القصبر وشويه زريعه، كانوا هاد السربيتات لي سيرفييت، هاد المناديل كنت بعدا كنت صبنتهم، وكان فيهم الجافيل وقلعت ليهم جافيل. هادو كنشللهم ومن بعد نشرتهم. وملي نشرتهم مشيت لواحد تما واحد قدام هنايا قدام الدار، هادي كله قلعت كلشي هاد الاعشاب وحفرت باش نغرس. غرست تما شويه لنوار الشمس، وحتى هذاك شويه القصبر.
كنبين بعض المرات الا قربنا هذاك الكاميرا مشان في شكل، ولكن خاصنا حتى نبعدوها شويه عاد باش دير الصوره مزيان. كانوا هاد الاعشاب هنايا بزاف فيهم بلعتهم وبعد عطيتهم للدجاج، ولكن حتى كملت قلت الراجل ما قدرتش، كان هادي دايره بزاف هاد الشجيره، ايوا قلت الراجل يجي يقطعها ما قدرتش انايا، قلت له اجي عاوني وقلع داك الحجر. هذا نو ني كو بيم سي لا كوبي سي بيان سي بيان كوب كيس كون فالي فيلا فوالا. Voilà, maintenant. غرست ماء القزبر إذن هذا التراب كله اللي كان تما جمعته وقلعت هذه الحشائش ورديت الأدوات لبلاصتها. إذا فهذاك الماء اللي كان بعد هذيك المناديل ديك لي سيرفيات اللي غسلت بهم اللي شليت بهم هذاك هو اللي درتو تما سقيت به بعد ما غرست سقيت. اذا هو كله كيف كان كي ولا ايوا ان شاء الله غرست والكمال من الله ان شاء الله يكبر هذاك القصبار وهذيك الزريعه ان شاء الله باذن الله. ومشيت عطيت داك الربع للدجاج
نخليكم مع وصفة العدس على الكانون. زيتون والعدس وثلاثة نتاع الدروس تاع الثوم وهذيك الطماطم والقصبر ولا المعدنوس كلهم مطحونين وحتى البصلة هذيك هي. ومن بعد حتى فيها حتى واحد النسمة نتاع الخضرة نتاع بحال الكنور ولكن غير نتاع الخضرة. المهم شنو غادي نديرو؟ نقليو الأول هذا الفر وندير حتى الطماطم المركزة واحد معلقة صغيرة هكذاك. نقليو الاول داك العدس مع ديك الثوم ونديرو فيه كلشي داك الخليط اللي مطحون، الطماطم هذاك الطماطم درت فيه زوج، واحد بصله والقصبر الربع، ومن بعد هذيك العطور التوابل سكينجبير والابزار وهذا الكركمه. ومن بعد حتى نقليوه كلشي نضيفو ليه داك الربع كله غادي يتشحر شويه. ومن بعد وحتى حتى شويه الملح، ومن بعد غادي نضيفوا ليه الماء يكون حامي والماء ما يكونش مجهد بزاف، لان نعطيو لواحد الجهد لان باش ما يكونش سائل بزاف داك العدس، على حساب عاود اللي بغي سائل بزاف داك العدس عاود. ومن بعد نخليته يطيب، ومن اللي يطيب صافي هذيك هي كيكون ما شاء الله زوين لذيذ. الا شفنا الماء ناقص فنضيفوا ليه شويه الماء حامي ماشي بزاف. وهذه بعد ما يطيب صافي كيكون عندنا هكذا ما شاء الله. انا كنبغي شويه عقد ما يكونش سائل بزاف هكذا تبارك الله وكيكون لذيذ. ودرت عليه حتى درت معاه